أكد الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور أبو ثينة المضاف تخصيص 34 مركزا صحيا وقائيا في مختلف المناطق الصحية لتلقي التطعيمات الأساسية قبل أداء مناسك الحج. نعم، وأوضحت المضاف أنه يجب على تلقي تلك التطعيمات قبل 10 أيام على الأقل من موعد السفر، في حين يمكن للحجاج الحصول على شهادة التطعيم من مراكز الصحة الوقائية أو عبر تطبيق مناعة. 34 مركزا صحيا وقائيا موزع في مختلف المناطق الصحية خصصها قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة لتلقي التطعيمات قبل أداء مناسك الحج بناء على توصيات السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية. هذه التطعيمات تشمل استكمال التطعيمات الأساسية لكوفيد 19، وكذلك طعم الإنفلونزا الموسمي وطعم الالتهاب الرئوي وكذلك طعم التهاب السحايا. لهذا الغرض قامت وزارة الصحة بتجهيز 34 مركز وقائي. كذلك ننصح الحجاج بيت الله الحرام بالحرص على أخذ شهادات التطعيم من المراكز الوقائية أو الحصول عليها من خلال تطبيق مناعة. أيضا ننصح الحجاج بالحرص على أخذ هذه التطعيمات قبل 10 أيام على الأقل من ذهابهم إلى الحج. كما أصدرت وزارة الصحة عدة اشتراطات صحية وقائية سيتم توزيعها على حملات الحج للوقاية من الأمراض المعدية. الارشادات الصحيه طبعا تغطي عده مجالات، منها الوقايه من الامراض التنفسيه سواء كان بتغطيه الانف والفم ان امكن، تجنب من تظهر عليهم اعراض امراض تنفسيه، غسل اليدين بشكل مستمر. الصحه الوقائيه يقومون بتفقد مساكن الحجاج، تاكد من سلامتها وتاكد من ان التزامها بالاشتراطات الصحيه، وكذلك التزامها بطرق سليمه تقديم الاغذيه. قبل تلقي الحجاج اللقاحات، أطباء الصحة الوقائية بدورهم يطرحون عدة أسئلة على الحاج تتعلق بالتاريخ المرضي وإعطائهم العديد من الإرشادات الصحية. يأخذ أدويته معاه ويحافظ عليها دايما، يسأل دكتوره إزاي يحافظ عليها بشكل جيد بحيث ما تتلفش في سواء في حقيبة السفر أو في أي مكان ممكن تتلف، خاصة مثلا أدوية مثل أدوية السكر والحاجات دي. كما تم إعداد رسائل تثقيفية تتضمن مجموعة من النصائح العامة وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.